في سمعتهم بيقول ان في جامعه القاهره عملوا مسابقه على عربيات بتشتغل بالفوتو بالخيط وكده، وده شيء جميل. وبيقول يقال ان جامعه عين شمس هي رقم واحد في مصر او في المنطقه في الشرق الاوسط كمان. مش انا اللي بقول طبعا، مثلا الاي تريبل اي دي المجله الامريكيه واللي بيشتغلوا فيها علماء قالوا ان مصر هي رقم واحد. جامعه عين شمس هي رقم واحد. حتى هنا في مصر بيعتبروا ان جامعه عين شمس رقم واحد، بدليل مثلا في المجله العلميه مثلا بتاعت القسم بتاع الكهرباء بترانك بتاخد 6 من 10، بينما اي جامعه في مصر بتاخد يا 5 يا اقل. القاهره بتاخد 5، في بعض الجامعات بتاخد 4. المجلات البحث العلمي بتاعها لو اتحط في المجله دي ياخد 4. في مجلات علميه هنا في مصر او جامعات المجلات بتاعتها بتاخد 2 من 10. وطبعا في مجلات عالميه بقى زي الاي تريبل اي دي المجله رقم واحد في العالم او اي تي، دول بياخدوا 10 من 10. في مجلات ثانيه بتاخد 9 من 10 وهكذا، قياسات معينه بيسوها ويكرروا. فمجله جامعه عين شمس بتاخد 6 من 10 وده اعلى حاجه. المهم، فليه ما نعملش احنا كمان مسابقه؟ فانا فكرت في مسابقه جميله، بس مش هنعملها دلوقتي، لكن نفكر فيها دلوقتي. نحضرلها دلوقتي، لكن نعملها في الاجازه. المسابقه انا بقترح ان كل 6 مع بعض، بس بشرط نشتغل كجروب، يا اما بلاش ماجي شغلك معايا نشتغل كجروب، نشتغل مع بعض تاني، يا اما بلاش. انا عارف انها صعبه لكن هنحاول نشتغل كجروب، بحيث اللي هيكسب يبقى الجروب كلها تكسب. انا رايي ان الجروب يبقى مكون من 6 اشخاص، 6 بس يشتركوا مع بعض. هنعمل احسن اعلان للفوتو فولتيك. يعني ايه احسن اعلان؟ الفوتو فولتيك شكلها احتاج في ماركتنج، شكلها الفوتو فولتيك احد التكنيكس المختلفه اللي من اكثر من 20 سنه استخدمت في الاعلانات. مثلا انت ماشي على الطريق اللي بيربط بين المدن، مثلا داخل على بورسعيد مثلا، فبتيجي فتره منطقه ما فيش شبكه، ما فيهاش شبكه خالص، وبالتالي عشان تعمل اعلان في المنطقه دي مستحيل. الا اذا عملت ايه؟ الا اذا جبت حطيت وحده فوتو فولتيك تاخد الباور بالنهار وتخزنه البطاريه، ثم بالليل تروح منوره الوحدات بتاعتها او اللمبات بتاعتها اللي هتشغل الاعلان. الاعلان ده بيبقى غالي جدا ومكلف وممتاز. ليه؟ لان بمنتهى البساطه انت داخل على مدينه، مسافر رايح الصعيد رايح كذا، وانت داخل الدنيا مظلمه وشكل الدنيا منيله بنيله، وفجاه كده قبل ما تدخل على المدينه تلاقي اعلان منور، فبيبقى هذا الاعلان ريدبل، يعني يقرا على طول. ليه؟ لان اعلان منور في مكان ما فيهوش شبكه وانت داخل على المدينه، فتحط الاعلان بتاعك، فده حاجه كويسه قوي. احنا عايزين نعمل اعلان زي ده. نعمل اعلان زي ده ويكون شكله جميل وحلو، وفي نفس الوقت ما بياخدش فوتو فولتيك كتير، لانه هياخد وحده فوتو فولتيك صغيره، لانها هتقعد تشحن طول النهار عشان تشتغل بالليل. كمان اللمبات اللي هننور بيها الاعلان دي لمبات موفره وبتشتغل دي سي سبلاي، ودي موجوده لمبات بتشتغل بدي سي سبلاي عشان ما احتاجش اجيب انفرتر وادفع فلوس. يبقى اجيب الفوتو فولتيك اخزنه في بطاريه، البطاريه بالليل تشغل الاعلان. المهم ان احنا نعمل اعلان حلو، والاعلان ده ممكن يكون طلبه كذا او هندسه كذا او كده، اعلان منه تدريب ليك عشان يمكن يبقى سبوبه تشتغل بيها وانت تتخرج. الكلام ده على فكره انا قلته زمان من اكتر من 15 سنه، وفي طلبه زملاتكم راحوا عملوا مع بعض شركه عشان يشتغلوا في المجال ده، وجم اشتكوا لي بعدها بحوالي سنه ان ما حدش بيرضى يعني ياخد الشغل بتاعهم او يدفع لهم ويعملوا له اعلان. كانوا بيجوا لي كتير وفجاه انقطعوا وما اعرفش راحوا فين. انا بقول ربما يعني المساله مشيت معاهم. نرجو هذا. ربما يقصر.
اقتراح من ضمن الاقتراحات، لكن لو عندكم اقتراحات اخرى للمسابقه لسه الموضوع مفتوح ولسه هنبتدي في الصيف. ده نمره واحد. نمره اثنين، هنحتاج ناس منكم تراسل، هنراسل الشركات، لكن هنراسل الشركات عشان تدينا دعم بحيث نعمل الكلام ده، وفي شركات كتير مستعده. انا عارف ان اي بي بي وشنايدر وكده شغالين دلوقتي هيدعموا، مش هنا، ده هيدعموا مؤتمر هيتعمل في جده في السعوديه، فيعني هم برضو مستعدين يدعموا برضو الناس عندنا هنا. فاحنا هنراسل الناس دي ونقول لهم ان احنا عندنا كذا جروب وعايزين تدعموهم بحيث يجيبوا المكونات ويشتغلوا عليها، وكمان يدعموهم بحيث المكافاه تبقى ذات قيمه. اللي في دماغه الموضوع يفكر ممكن يكون المسابقه في حاجه ثانيه او ثالثه او رابعه نفكر فيها، معانا لسه وقت، وبعد كده نتقابل بعد ما نخلص الامتحانات نتقابل عشان نعملها ونكون خدنا الاذن من القسم. ما تبقاش تبع قسم كهرباء ماده انرجي كونفرجن، لكن تكون قسم كهرباء بس، او تكون كليه هندسه جامعه عين شمس. على فكره طلبه انرجي كونفرجن زمان انا كنت بعمل لهم اعمال السنه كانت على شغل عملي بيعملوه، خصوصا احنا العمل بتاعنا سيء للغايه، ودايما حتى لما سافرت بره لقيتنا بيرفكت ممتازين واحسن من العيال اللي هناك كتير قوي في النظري، لكن في العملي هم احسن مننا 100 مره. يعني انا فاكر كان في ولد ايراني كان مصاحبني، كان وهو طالب في سنه ثانيه كهرباء، كان الاساينمنت بتاعه اول اساينمنت اخده اعمل راديو، وبعد اسبوع خد اساينمنت تالي وتالت ورابع وهكذا. فالعمل عندهم كتير قوي كويس قوي، لكن النظري هم احنا احسن منهم بكتير، الرياضه بتاعتنا كانت احسن منهم بكتير. وانا فاكر مره اتناقشت مع واحد فقال لي انت اكتر واحد يناقشني في المجال ده في التخصص بتاعي ده هنا في البلد دي. هو كان عامل دكتوراه في انجلترا وراح كندا عشان يشتغل عندهم. فاحنا مستوانا اللي كان، الله اعلم بقى النهارده ايه، لكن اللي كان احنا كنا جامدين قوي نظري وتعبانين جدا عملي. كنت بشغل الطلبه كل حد يعمل حاجه عملي، ان شاء الله يجيب سيل صغيره كانوا بيجيبوها ب 4.5 جنيه بالعتبه، ويعمل عليها القياسات اللي احنا هنعملها المره الجايه وهناخدها نعمل الجزء العملي والنتائج بتاعتنا اللي هناخدها ان شاء الله في المحاضره الجايه اللي هي محاضره بقى الفوتوفولتيك. احنا النهارده مقدمه زي ما انتم شايفين موضوع بسيط كده وبنقول صباح الخير. المره الجايه هنتكلم عن الفوتوفولتيك كمكونات، ازاي نستعملها، ازاي نظبط سيستم ونحسب ايه الفوتوفولتيك قد ايه اللي احنا عايزينها، ونوصل كام واحده سيريس كام واحده بارد، ونوصلهم ازاي. الكلام ده كله هناخده المره الجايه ان شاء الله. فارجو ان انت تبتدي تفكر في الموضوع، وزي ما قلت بعد ما نخلص الامتحانات، لان احنا جينا في وقت متاخر هنعملها. انا ما عملتش ليه الاساينمنت اللي احنا كنا بنعمله زمان ده، علشان انا عملته ففي طلبه كانوا مستريحين ماديا، ودي مش ميزه. يعني انا ربنا خلقني ابويا مش لاقي ياكل، خلاص واحد تاني ربنا رزقه ابوه راجل حرام. مش كل طبعا، مش كل الاغنياء كده طبعا، ده كل الاغنياء اغلبهم ناس طيبين وبياكلوا حلال، لكن في حالات خاصه. ما هو برضه في حراميه ومش لاقيين ياكلوا برضه. والله الشغلانه نامت وربيتها. طيب المهم ان دي مش ميزه انك فقير ولا ميزه انك غني، دي حاجه لازم هو ده الوضع وخلاص واعيش عليه. فلا حاجه افتخر بيها ولا حاجه كمان اتكسف منها، دي حاجه هي كده خلاص. فبالتالي لكن كان في طلبه، مجموعه طلبه قالوا احنا امكانياتنا كل واحد يدفع، ده الكلام ده زمان مش النهارده الفلوس بقت ببلاش، زمان كانت الفلوس غاليه، قالوا كل واحد منا هيدفع 3000 جنيه ونعمل مشروع كويس. في نفس الوقت اللي فيه طلبه الاربعه جنيه ونص مشكله، فجاي يقول لي انا عايز اعمل ريبورت واكتبه بخط ايدي ومش عارف ايه وكده عشان انا امكانياتي ضعيفه. ومحترم طبعا وانا احترمته
ما يدرش حاجة، ما هو هي مش فيه، هو ذنبه ايه يعني؟ يكفي ان هو هيبقى بكرة هيبقى مهندس قد الدنيا، وممكن يبقى اشطر من غيره على حسب. ودايما انا بقول للطلبة، بقول له حاجة من الاثنين، يا ابوك هيجيب لك شغلانة، يا اما انت تجيب شغلانة لنفسك. لو انت شاطر، لو انت شاطر ان شاء الله هتلاقي بدل الشغلة 10، بدل الشغلة 10. وانا فاكر زمان مرة، لاني كنت شاطر، انا بدعي ان انا كنت شاطر، فانا فاكر مرة حصلت لي مشكلة هنا في القسم، اتقمصت، وانا على طول اتقمصت هسيب الكلية على طول. واصحابي او الشلة اللي كنا بنقعد مع بعض قلت لهم يا جماعة انا قررت هسيب الكلية وادور على شغل تاني. راح واحد منهم قال لي تعال اشتغل معايا، كان بيشتغل مع واحد بتاع تبريد وتكييف، راجل من المليونات دلوقتي او من المليارديرات دلوقتي، كان دكتور برضه معاه دكتوراه بس زراعة، وكان فاتح محل بتاع تبريد وتكييف او عامل فيلا عاملها تبريد وتكييف، واشتغل. رحت معاه قابلني بمهندس نص ونص، المهندس قاعد يكلمني في شوية حاجات، فطبعا انا بقيت اصلح له واديله السؤال، اظبط له السؤال وبعدين اقول له الاجابات المختلفة. فالراجل صاحب الشركة قال له بمنتهى البساطة، لا اتفضل انت يا باشمهندس، انا ده خلاص اتعينت، انت بتاخد كام؟ كنت ساعتها متعين على 52 جنيه. المعيد يعني يا دكتور؟ معيد؟ كمعيد اه. فقال لي هديك 500، قلت له ماشي، قال لي كبداية لكن هترفع بعد كده، قلت له خلاص ماشي. قال لي معاك عربية؟ قلت له لسه. قال لي اجيب لك عربية؟ قلت له ماشي. دكتور جاب لك عربية شهيرة؟ قال لي متجوز. قلت له لسه. قال لي هجوزك. بنت حلوة يا دكتور. فعلا فعلا انا كنت خلاص رايح، لكن اللي حصل ربنا عرض حاجه تانية، ان اللي حصل ان في نفس اليوم جات لي جامعتين اتنين وافقوا عليا ان انا اكمل عندهم، ان انا اروح اشتغل. انا طبعا مفلس، فانا معايا فلوس فقط اصرف على نفسي لمده 6 شهور بس في بره، في اوروبا او في امريكا اقدر اصرف على نفسي في حدود 6 شهور، لكن ما اقدرش اصرف على نفسي المده كلها. فبمنتهى البساطه رحت انا، جالي جوابين، رحت قابلت واحدة كانت سويسرا، قابلت المستشار الثقافي بتاعهم وعمل لي امتحانات وكده، وقال لي هتشتغل وهتشتغل كتي ايه يعني مدرس للطلبة بتوعنا، وبعد كده ار ايه في الصيف ريسيرش اسيستنت بحيث تغطي مصاريفك عندنا وكده. وجات لي كمان جامعة تانية برضه في كندا، كنت الكلام ده كان في شهر 12، جات لي جامعة في شهر سبتمبر اللي جاي شهر 9. فقلت حاضر، ورحت اعمل الكشف الطبي والحاجات دي، واختار بقى بين الجامعتين. فجاه بصيت لقيتني جات لي كمان جامعه ثالثه يناير، رحت على طول مسافر رايح يناير، واعتذرت للراجل ده. صاحبي اللي خدني ليه هو قال لي طلب واحد بس، قال لي مش هطلب حاجه واحده بس منك، انك ما تخونيش بس. فانا انا طبعا قلت له حاضر لو جيت اشتغل معاك، انا مش في دم الخيانه. اللي حصل بعد كده اللي انا عرفته ان صاحبي ده جت عمليه كبيره، كان بيشتغل معاه، جت عمليه كبيره راح واخدها لحسابه وفتح شركه جديده وخانه، وفتح فين شركه جديده باسمه هو وخد العمليه لحسابه هو، وهو ما شاء الله دلوقتي وهو حب. فالكلام ده انا بقوله ليه؟ لو انت شاطر مش هي دي الشغلانه الوحيده اللي جاتك في الفتره دي، لكن جات حاجات كتير في اسبوع واحد. لو انت شاطر بيتخطفوك، لو انت بليد يبقى مالكش الا يا اما والدك يتحايل على حد عشان يشغلك عنده، او تقعد في البيت. فالكلام ده انا بقوله عشان كل واحد فيكم لو
امكانياته او والده راجل عادي يبقى عليه انه بمنتهى البساطه يركز ويفهم عشان يبقى مهندس شاطر. انا معايا معيد، انا اكتر من طالب معايا مهندس واكتر من مهندس خلصوا معايا واشتغلوا في اماكن كويسه قوي. انا معايا مهندس حاليا كان المفروض يجي النهارده بس اتصل بيا الصبح واعتذر عشان الشغل بتاعه. المهندس ده بمنتهى البساطه وهو قاعد بيدافع عن الشركه بتاعته وهو بياخد مرتب كويس قوي، وانا قلت له يا ابني اوعى تقعد في الشركه، خليك زي العصفور كده، تحط على الشركه دي الشركه الثانيه تديك دي زياده روح بقى وهكذا، عشان لان هما برضو لو لقوا مهندس احسن منك هيمشوك. هو ده القطاع الخاص في الدنيا كلها. المهندس ده واعي يدافع عن الشركه بتاعته في وسط ناس ويقول لهم ان الشركه بتاعتي العيب مش من شركتنا، العيب من كذا وكذا، وشرح على صدوره لناس مهمين في البلد، يعني في وزاره مهمه. فالمهم ان اللي حصل ان بعد الاجتماع ده كلموا واحد خده على جنبه وقال له بتاخد كام وكده وانا عايزك. مدير الشركه بتاعته كان حضر الاجتماع، راح له في نفس اليوم الموقع، لما خلص الاجتماع راح على الموقع، راح له في نفس اليوم الموقع قال له هو فلان كان عايزك في ايه؟ قال له بيسالني كذا وكذا بس ما اعرفش عايز ايه. قال له هو عايزك بس اوعى تسيبني، اللي انت عايزه هتجيبه، وخد دلوقتي دي مكافاه عشان النهارده عشان انت عجبتني النهارده. وراح مديله ظرف محترم في مبلغ محترم. راجل محترم. لسه ما تنسيناش لو جالك ظرف. يعني هو مهندس شاطر. وعلى فكره مش بس كده، المجموعه اللي ماسكه الشركه خرجت عشان هو كان في تشيب كده صغيره كانوا بيجيبوا خواجات يركبوه عندنا، فقالوا له انت المسؤول عن التشيب دي، ففي واحده بتتعمل في البلد الفلانيه وواحده بتتعمل في فنلندا، فهتسافر للبلدين دول هنيجي معاك ونروح منها فسحه لينا وانت تتعلم او تاخد الكورس بتاع التشيب دي والتشيب دي. راح لف خمس دول منهم دولتين ما لهمش اسامي، ما حدش فيكم يعرفهم الا اللي سافر، لان مثلا دوله عباره عن بلاج بس، دي دوله معروفه في اوروبا لكن ما فيهاش حاجه، هي بلاج بس واسمه دوله وخلاص. راح لف معاهم اتفسح هيصوه علشان بمنتهى البساطه هو مهندس شاطر وعايزين يقولوا له انت احسن مكان ليك في الدنيا هو الشركه دي. لانه شاطر. انت لو انت شاطر هيعملوا معاك كده واكتر. طب لو انت مش شاطر، في واحد مهندس عندي دلوقتي كان معايا امبارح بيقول لي انا دلوقتي بغسل التنكات. انا عشان يخلوني اقدم استقالتي فبيشغلوني في شغل من ضمن الشغل ان انا بغسل تنكات. شغل مش بتاع مهندس، ده بتاع ولا عامل حد. قلت له يا ابني ما تصبرش كتير، لازم تدور على شغل، لكن اوعى تسيبهم يبهدلوا، انت كده هتعر المهندسين كلهم في الدنيا. دي عشان قلبه قليل، لا عشان مش متعرب. والله ده حصل امبارح. انت شاطر، انت شاطر تبقى عملة صعبة، هيحافظوا عليك وهيخطفوك من بعض. خد بالك ان كل ما يتعلم على حاجة جديدة يبقى بقى سعره أغلى، كل ما يتعلم حاجة جديدة سعره بيبقى أغلى لأنه بيصرفوا عليه علشان مش عشان بعد كده يسيبهم ويروح. في واحد صاحب كان معايا برضه سافر، ساب الشركة بتاعته وسافر عشان جاله عرض 3000 دولار، فراح سايب الشركة وراح وقال بداية 3000 دولار لا. حتى انا قلت له طب استاذن منهم واعتذر يمكن هم يدوك ال 3000 دولار، قال لي لا ده بخيل مش هيرضى وجاري من غير ما يقول. شاطر. طب هل دي يا دكتور اخلاق المهندس؟ دي مش اخلاق بواب اصلا. والله انا اسمع ان في مهندسين كانوا هم طلبوا بيغشوا، استغفر الله العظيم يا رب. اهبط بقى اهبط. وانا في الكاميرا